أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. يا راحلين إلى منى بغيابي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أرقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة، نال السرور ونال كل مراد. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، لبسوا ثياب البيض شارات اللقاء وأنا الملوع قد لبست سوادي، يا رب أنت وصلتهم صلني بهم فبفضل جودك رب فك قيادي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه.